أجرت مفادة التلفزيون المصري إلهام نمر لقاء خاصا مع رئيس دولة الصومال حسن شيخ محمود، والذي شدد على أن بلاده لديها استراتيجية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية. يكون معنا رئيس دولة الصومال الرئيس حسن شيخ محمود. بريزيدنت حسن شيخ محمود. الرئيس حسن شيخ محمود رئيس دولة الصومال، نرحب بكم هنا في مصر وفي شرم الشيخ. مرحبا بكم جميعا. سيد الرئيس، ما هي أولويات الصومال من حضورها في هذا المؤتمر المناخ 27؟ حسنا، أتينا هنا لتقديم التحديات التي نعاني منها، وخاصة ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئي، فإن الصومال في موقف كبير وتأثر بدرجة عالية، لربما للسنة الخامسة نعاني من الجفاف. لقد خسرنا عدد كبير من المواشي والثروة الحيوانية. لم نتمكن من زراعة الأراضي ربما لمدة 4 سنوات. أيضا فيما يتعلق بالأمن الغذائي فإنه خطير جدا، وأيضا هذا ناتج عن ندرة المياه والرطوبة العالية ولا أثارها. ولذا أتينا هنا لعرض موقفنا ولنستمع إلى التحديات التي تواجه الدول الأخرى واستفادة الخبرة من هذا، وأيضا المشاركة مع المجتمع التمويل الدولي لدعم الصومال. هل لديكم استراتيجية طويلة المدى في الصومال لمجابهة التغير المناخي؟ حسنا، الصومال تعاني من المجموعات الإرهابية التي تسيطر على عدد كبير على مساحة كبيرة من الدولة. على مدار 15 عام الماضي نحن نعاني أيضا رادة، وأيضا بالإضافة إلى التغير المناخي. لذا فإن أولويتنا الآن على المدى القصير هي حماية الأرواح، ابتعاد عن المجاعة، ولكن أيضا الاستراتيجية طويلة المدى هي تقديم الفرص لهذه المجتمعات للتعافي من هذه الأزمات. إذن من أولوياتنا أن تكون لدينا حلول للتغير المناخي والابتعاد عن كما يقول ظاهرة التصحر، ثم إعادة هيكلة التربة وبناء البنى التحتية المطلوبة والضرورية لتحقيق ما يطلق عليه بتخفيف من حدة التغير المناخي وأثاره. السيد الرئيس، الصومال تتلقى في تمويلها أقل من الدولار الواحد لكل شخص. هل تعتقد هذا الحجم من التمويل كافياً؟ طبعاً إنه غير كافي بدرجة كبيرة، والوقت حان. هناك نقول أن بما أن هناك قطاع الإنتاج قد توقف منذ سنوات، الصومال لا تنتج احتياجاتها الأساسية أو حتى أن الموارد الأساسية والمتاحة. لدينا أراضي قابلة للزراعة ولكنها قاحلة، ولدينا أكثر من 30,000 كيلو متر من الأراضي. نحن بحاجة إلى التمويل والتكنولوجيا والآليات المتساحة، لذا فإن الحياة تساهم في ما يتعلق بالتغير المناخي، وأيضا المجاعة والفقر تتأثر بدرجة كبيرة بالتغير المناخي. نقول أيضا التغير المناخي يتأثر أيضا بالفقر. نحن بإجادة حلول مختلفة، لابد أن نجد بحلول مبادلة المغرب أيضا للحفاظ والتعايش. كيف ترى أن حقيقة أن الدول المتقدمة لا تلتزم ولا تفي بالتزاماتها وفيما يتعلق بالتزامات الدول النامية؟ إذا أردنا أن نتكلم عن التغير المناخي، لابد أولاً ألا نركز ولا نتشاجر فيما بيننا عن من هي الدول المتقدمة والدول النامية. هذا تحدي مشهور عنا، إن الأكثر فعالية لنا أن نقول أن هذا التغير المناخي يؤثر على الدول النامية، لكن لابد أن الدول المتقدمة أيضاً تعرف هذا التحدي. نحن بالفعل لدينا تحدي، لكن ربما لديهم دول تحديات مختلفة، لكن المهم أن نحن لا نتشارك فقط، ولكن نتشارك عن كيفية الوصول إلى التمويل أو الوصول إلى المساهمات. هذا هو الجزء المهم من الدول المتقدمة. الدول المتقدمة تعيق وصولنا إلى التطوير والتنمية، لابد أن تقدم لنا مشاركة ومساهمة في هذا الأمر. ربما تكون 100 مليار دولار، ربما لا تكون شيئا كافيا. لذا
ليس من الإنصاف أن نحن هنا. نحن نسعى ونحث الدول المتقدمة أن تكون صادقة وملتزمة بما يقدمونه من التزامات ليس شفهيا ولكن عمليا، حتى وإن كانت المساهمات محدودة، لكن كيفية الوصول إلى التمويل هذا مهم جدا. إذن مؤتمر مناخ 27 هو مؤتمر التنفيذ، التنفيذ معا. هل هذه مؤشرات؟ نعم، بدأنا على خبرتي السابقة. ليس لدي توقعات كثيرة، ولكن ما أراه الآن هو مستوى تنفيذ الالتزام حتى من الدول المتقدمة وقياداتها. إن الوقت قد اختلف. نعم الوقت اختلف فيما يتعلق بالشفافية، أنهم هما واضحين وشفين بالمشاكل. وبجانب إلى هذه كما يقول نحن هنا ربما هي بركة مصر. بركة مصر. Things will move forward this time. Inshallah, inshallah. Mr. President, I thank you very much. شكرا لك سيد الرئيس على وجودك معنا وعلى شاشة التلفزيون المصري، وشكرا جزيلا. شيخ حسن محمود. شكرا. Thank you very much. مشاهدينا الكرام، كان هذا لقاءنا مع رئيس دولة الصومال الرئيس حسن شيخ محمود المشارك في الكوب 27، والذي يتمنى أن تكون لهذه الدورة نتائج كبيرة ملموسة وواقعية في تنفيذ الاتفاق التعهدات الدولية بالمنح ومساندة الدولة القارة الإفريقية كلها لمواجهة التغيرات المناخية.